صباح الخير عليك يا تسنيم. صباح الفل عليك يا ندى وعلى كل مشاهدينا ومتابعينا، وجايين لكم النهارده يعني ندى الحمد لله ده خبر حلو قبل الهوا طز عارفينه. الحمد لله ربنا يسر الامر يا رب، يجعل ايامنا كلها حلوه. اللهم امين، ويرزق الجميع بفرحه عاجله. اللهم امين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية دي نزلت في سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر من مكة للمدينة، والمشركين طلعوا وهو مهاجر وما سابوهوش أبدا أنه يطلع كده إلا بعد ما تنازل عن كل ماله. ولما سابوه ووصل للمدينة بعد ما ساب كل ماله كل ما يملك، ربنا سبحانه وتعالى بشره مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالآية دي. ولو جينا نبص يعني ايه كلمة يشري نفسه، يشري نفسه يعني ايه؟ انه بيبيع نفسه عكس اللي ممكن يكون سيد. يعني ايه بيبيع نفسه؟ بيبيع نفسه بانه يعتق نفسه بالفلوس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فعلا التسليم، وده لو دققنا فيها نلاقيه قمة السمو في النفس والانسانية، ان يضحي المسلم بماله ونفسه وبما يملك كله لله سبحانه وتعالى، على النقيض بقى ان في ناس تانية ممكن تبيع نفسها بس مش لله ومش من أجل حتى هدف سامي ولا مبدأ ولا كلام من ده، لا إطلاقا، ده من أجل الحياة الدنيا. وياريت دنيا دنيا اللي احنا عارفينها، الدنيا العادية، يعني ممكن يبقى من ساري من الأسرياء، أو هيبقى معاه مثلا فلوس كتير جدا تكفيته العمر. لا، هو هنا بيبيع نفسه عشان وجبة وعشان 100 جنيه. جبنا نستو يا معفنين، جبنا نستو الوجبه اياها اللي فيها سندوتش تدفين وجبنه. المهم يعني ان الناس دول اللي انتوا شفتوهم خلال الايام اللي فاتت، ربنا وصفهم في القران برضو وقال عنهم ان هم يعني شبههم شبه الانعام. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا، يبقى شوفوا اللي جايه، كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. والحقيقه ان ده فعلا ادق وصف يتوصفوا بيه. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم انهم لا بيسمعوا ولا بيعقلوا، زيهم زي الانعام بالظبط، كل همهم في الدنيا عباره عن اكل وشرب والسلام. بالظبط، ودي فعلا عيشه الانعام لانهم ما عندهمش عقل يفكروا بيه. طيب الله سبحانه وتعالى ليه خلقهم بالشكل ده، وايه هي غايتهم في الدنيا، وليه عايشين بالطريقه دي زي الانعام؟ مش كده وبس، بل اضل يعني اكتر من الانعام، بل اضل سبيل. الانعام ملهاش عقل، لكن بتيسر او بتسير في الدنيا لما خلقت له، لكن هم المفروض ليهم عقل. في ده الفرق اللي المفروض يكون ما بينهم، هم ليهم عقل لكن هم مش بيستخدموا عقلهم ده الا في خدمه شهواتهم فقط وملذاتهم فقط، ومش مدركين خالص الغايه اللي خلقوا من اجلها. النهارده